هي ايه قصه انتقال كريستيانو رونالدو الى بايرن ميونخ؟ كشفت الصحف الالمانيه عن استعداد رجل الاعمال الالماني ماركوس شون لابرام صفقه مع بايرن ميونخ من اجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو. ارسل رجل الاعمال بريد الكتروني الى اوليفر كان وقدم له عرض وانه يدفع رسوم الانتقال وراتب كريستيانو رونالدو بالكامل بشرط تنفيذ عقد شراكه مع البايرن وانه يكون ليه نسبه من دخل عائدات بيع القمصان، وكده كده رونالدو ممكن يقدم بعض التنازلات. بايرن حاليا بيدرس الفكره خصوصا ان هو مش هيتكلف باي مقابل مادي لشراء كريستيانو رونالدو، وده مش هيضر غرف خلع الملابس. صفقه كلنا نتمناها لرونالدو وانه يرجع اوروبا تاني ويلعب دوري ابطال اوروبا. فانت تتوقع ابو الكباتن ممكن نشوف كريستيانو رونالدو بقميص بايرن ميونخ؟ برشلونه بيعرض 4 لاعبين على بايرن ميونخ علشان يقدر يضم كيميتش. قالت صحيفه AS الاسبانيه ان برشلونه يرغب في ضم لاعب خط الوسط كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وان الالماني هدف برشلونه في الانتقالات اللي جايه، وده لخلافة سيرجيو بوسكيتس. بس في مشكله دلوقتي وان سعره عالي شويتين على برشلونه، وعلى فكره ريال مدريد مهتم باللاعب. بايرن ميونخ يطلب في كيميتش بما يقارب 80 مليون يورو. طبعا بيحاول برشلونه ان هو يقلل في المبلغ علشان الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها النادي مع وضع بعض اللاعبين علشان يكون في صفقه تبادليه، وهم سيرجيو ديست ونيكو جونزاليس وفيران توريس وانسو فاتي. كيميتش عنده 28 سنه، واهم ميزه فيه تعدد استخداماته في الملعب، خط وسط ماشي، تحطه دفاع برده ماشي، وده طبعا هيدي تشافي حلول كتير. فهل يا ابو الكباتن انت كبرشلوني تتمنى كيميتش يكون في فريقك ولا لا؟ 5 مهاجمين ممكن يتعاقد ريال مدريد مع واحد فيهم الانتقالات المقبله. كشفت صحيفه AS الاسبانيه ان ريال مدريد بيدرس ملفات المهاجمين في الفريق الموسم المقبل، ولكن مشكلتهم يا ابو الكباتن الوحيده ان سعرهم عالي. اول مهاجم معانا هو كولومواني هداف فرانكفورت الالماني، وفلاوفيتش نجم هجوم يوفنتوس، وبطل الدوري الايطالي مع نابولي اوسيمين، وجنكالو راموس مهاجم بنفيكا، واخيرا نجم الدوري الانجليزي وتوتنهام هاري كين. فهل تتوقع ابو الكباتن مين مهاجم المرنج من اللاعبين دول الموسم المقبل؟ هو ايه اللي قاله بيب جوارديولا على لقطه دي بروين وهو بيصرخ في وشه؟ تصريح غريب جدا هيصدمك. في مباراه السيتي وريال مدريد ظهر دي بروين وهو بيصرخ في وجه مدربه بيب جوارديولا. الغريب ابو الكباتن هو رد جوارديولا واللي عجبني انا شخصيا، وقال انا بحب هذه الطاقه، واحيانا في بعض المباريات بيكون الجو مشتعل، وان دي مش المره الاولى اللي بيصرخ فيها دي بروين في وجهي، دايما بيصرخ في وجهي في التدريب، وبعد كده دي بروين بيكون افضل لاعب على ارض الملعب. التصريح بقى الغريب اللي قاله ان الفوز بالدوري الانجليزي اكثر اهميه من الفوز بدوري ابطال اوروبا. انا مش عارف بقى هو بيخزي العين ولا ايه. فهل تتوقع ابو الكباتن مانشستر سيتي يتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا ولا انتر ميلان له راي اخر؟ لو جيت سالتك دلوقتي وقلت لك مين هو افضل مدرب في العالم حاليا، انت ممكن يكون عندك اختيارات على حسب انتمائك وحبك لفريق معين، ولكن من المنصف اننا نختار بيب جوارديولا. اي نعم مانشستر سيتي رسميا بطل الدوري الانجليزي لعام 2022-2023، ولكن من وجهه نظري بيب جوارديولا هو نجم الفريق، هو العقل المدبر. مشى كانسيلو وكسب، مشى اجويرو وكسب، ومشى جيسوس وكسب، ومشى نجوم كتير جدا وبرده بيكسب. الراجل ده من افضل المدربين على مر التاريخ. في منكم اللي هيتفق معايا انه عبقري وغير ملامح كره القدم وصنع فكر جديد في الكوره، وفي منكم اللي حتى الان مش مقتنع بيه وانه لازم يدرب فريق درجه ثانيه وياخد بيهم دوري ابطال اوروبا علشان بس يقتنع ان هو مدرب كويس. فيا ريت يا ابو الكباتن تقيم لنا المدرب بيب جوارديولا من 10. لاعب عنده رؤيه ممتازه، قادر بكره واحده يخليك تروح انفراد انت والجول. الجنوب افريقي بيرسي تاو، لاعب فعلا يستحق الاشاده، هو سبب رئيسي فوز الاهلي على الترجي ووصوله للنهائي. لاعب مستواه بقى جامد جدا وتطور بشكل ملحوظ مع مارسيل كولر، هو اللي صنع هدف حسين الشحات بتمريره سحريه قاتله. انصحك تروح تشوف الجول علشان يبقى رسميا النادي الاهلي الى نهائي دوري ابطال افريقيا لعام 2023. الاهلي للمره الثانيه في تاريخه يصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي، رقم كبير جدا على فكره، صعب على اي نادي ان هو يحققه. الاهلي بيلعب كوره جميله فعلا، كوره ممتعه يحبها كل مشجع لكره القدم. هل الاهلي قادر ان هو يتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه؟ وبس كده، شكرا ليكم جدا على المشاهده، اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.